والله هي المستشفيات الحكومية زي ما حضرتك شايف كده، الواحد مننا بيروح المستشفى ما بيلاقيش اهتمام بحالته، فبيضطر ان هو يرجع للمستشفيات الخاصة او العيادات الخاصة عشان يقيموا حالته صح ويعرفوا يتعاملوا معاه صح. بالنسبة لنظافة المستشفى، لا دي ما حاجة ما نتكلمش فيها، حضرتك برضه بتدخل مستشفيات عامة وبتشوفها، يعني ما فيش خالص اهمال متناهي، وتشوف الناس بتدخن في المستشفى داخل، في مرضى وفي ناس، وما فيش اي لا مبالاة، تدخين شغال، اكياس وزباله محطوطين، ما فيش اي مشكله. بتطالب بايه؟ بطالب بنظافه المستشفيات، يعني بنتمنى نكون ان احنا زي بقيه الدول العربيه، زي بقيه الدول، زي يعني الانسان يوصل لادميته الصحيحه، يتقيم ادميته صح، بس ده كل اللي بنتمناه. المستشفيات الحكوميه دي ولا في حد بيقابلك؟ كان دكتور ولا ممرضه ولا 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 مفيش حد بيقول، كله قاعد مكانه. رايك في لا مفيش نظافه ولا في عنايه في قلبها، مفيش عنايه ولا اي حاجه. طب انت ليه بتروح تكشف في المستشفيات الخاصه اكتر من الحكومه؟ في اهتمام. ايوه في اهتمام احسن من الحكومه. ايوه احسن من الحكومه. طب انت بتطالب ايه؟ انا بطالب ان المستشفيات دي تبقى كويسه عشان خاطر الناس الغلابه، الناس اللي مش لاقي. طيب يا باشا احنا عايزين يعني الناس اللي احنا بنروح نكشف في قلب المستشفيات مفيش اهميه، بيديك اي حاجه، بيعمل لك اي حاجه مؤكده لغايه دلوقتي، وبعد كده عايزك تروح للمستشفى الخاص، تروح تكشف في المستشفيات الخاصه. في ناس بتبقاش معاها الفلوس ان هي تروح تكشف في المستشفيات الخاصه، فمش عارف بقى والله يا حضرتك احنا يعني بنطالبهم ان هم المستشفيات دي تبقى نفس المستشفيات اللي هي الحكومه الخاصه دي. المستشفى الخاصة ليه انت بتروح تكشف في المستشفى الخاصة؟ اهتمام اكبر بقى ونظافة وكده. بتطالب بايه؟ نطالب ان هو وزير الصحة ده يعني يهتم بالمستشفيات اكتر، ونفس الامكانيات اللي هي في المستشفيات الخاصه تبقى في المستشفيات الحكوميه. بس اصلا في الترقيه بتاعه اللي هو بيمسك مدراء المستشفيات ديت بيبقى راجل فني يعني دكتور، اما بيجي عليه الدور ولا بتاعه ولا بيختاروه بيبقى هو المدير، والمدير اصلا ما عندوش اصلا فن اداره اصلا، وبالتالي بتلاقي سوء تنظيم رهيب، واخد بالك؟ غير ان القانون اصلا اللي اداهم الحوافز الجديده اصلا كان المفروض يربطه بعمليات، يعني انت مثلا عاوز ان انا مثلا ازودك يبقى لازم الزمك ب 10 عمليات او بكشف على 100 مواطن في الشهر عشان تاخد الحافز بتاعك. طب مستوى الخدمه سيء، لان ما فيش اداره اصلا، الاداره سيئه، بتلاقي اعداد رهيبه طالعه ونازله على الفاضي، ما يعني وما فيش خدمه بتتقدم. طب انت ليه لما بتروح بتكشف في مستشفى خاص؟ ما انا بمشي مستشفى خاص عشان انا عاوز اتعالج، لان هنا اولا الدكتور بيهرب عشان يشوف العياده الخاصه بتاعته، واديته فلوس ما اديتوش هو نفس النتيجه واحد، العمليه مش عمليه فلوس، عمليه اصلا سوء اداره وتنظيم. ما في بطالب ان يبقى في اداره، يعني ممكن تسند الاداره لواحد مدير مفاهم والدكتور يتخصص في شغله عشان الاداره تمشي صح. ما فيش اداره اصلا، ما هو عيب مصر كلها، كله هو للاسف كل الازل جميع المصالح اداره سيئه. انا بطالب بفصل الدكتور وفصل المدرس اللي بيدي دروس خصوصيه، وفصل الدكتور اللي عنده عياده خاصه، وتعيين الشباب الدكاتره، شباب الاطباء وشباب المدرسين خريج التربيه والاداب غيرهم بدلهم. زي الزفت، وبيتعمدوا سوء الاداره عشان يروحوا لهم المستشفيات الخاصه، بيتعمدوا سوء الاداره. طيب ونظافه المستشفيات عامله ايه؟ وسوء العلاج، نظافه ايه؟ ولا نظافه ولا حاجه خالص. طب انت ليه ما بتروح تكشف في مستشفى خاصه؟ ما هو العلاج كله في المستشفى الخاص، وفي علاج في المستشفى الحكومي. علاج ايه؟ بقول لك سوء معامله، وممكن يضربوا المريض كمان، واهمال متعمد.